ايوه اهلا بحضرتك يا مدام سامي، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. الله. على فكرة حضرتك لذيذة جدا الله جدا، يكرمك. وبحبك قوي قوي قوي، الله والبرنامج يخليكي. بتاعك جميل جدا، وكفاية كمان ان بحضرتك تستضيفي الدكتور ماجد، والله الله منور يخليك. الشاشة الله يخليك. وحضرتك منورة الشاشة. الله يكرمك يا مدام سامي، اتفضلي سؤال. انا بقول لحضرتك، انا كنت مودية زوجي للدكتور ماجد، كان 204، فدلوقتي بقى 155. ما شاء الله. فبصراحة يعني حقيقي والله جزاء الله كل خير، وربنا يكرمه. 204 كيلو؟ 204 في قد ايه بقى؟ في 5 شهور. 5 شهور. في 5 شهور. وانا كنت بروح معاه، يعني انا كده بعمل على الريحه معاه كده، كنت 103 بقيت 80 كيلو. طب والله على الريحه ده حلوه، حلو اللي على الريحه ده. فوالله الله يبارك له والله. وبعدين انا بطلب من كل مريض السمنه انهم ربنا يوفقهم ويروحوا للدكتور ماجد حقيقي، او يخسوا يعني، عشان بس الناس ما تفتكرش ان احنا بنعمل دعايه للدكتور ماجد، احنا هدفنا الناس تخس. لا علشان يخسوا، علشان اهم حاجه الصحه. والله والله بالظبط كده. والله طيب قولي لي، 204 ال 100 كيلو، 155 ده لسه كيلو. بيكمل بس هو لسه انا مجهز الصور على فكره، مجهز الصور ده مصوره وهو 204، وان شاء الله نوصل معايا 90 كيلو، يعني هو نزل 50 كيلو او 55 كيلو في 5 شهور. ربنا يكرمنا يا رب يا رب، ونجيب 50 كيلو كمان. ربنا يكملنا ان شاء الله، ان شاء الله. وانا محضر صوره يعني، ان شاء الله ان شاء الله. والله يبارك لك وجزاك الله كل خير والله، وربنا شكرا يوفقك لحضرتك. يا رب. شكرا يا مدام سامي، شكرا لحضرتك. ده انا مش عايز اقول لك الحلقه يعني، ما هو دي الفكره كلها. عايز اقول لك حاجه يا دعاء، يعني هي القصه كلها، انا يعني انا فاكر الحاله ديت اول ما جه كان اصحابه المساندين، نهجان، كرشه نفس، يعني بسم الله ما شاء الله هو نزل 55 كيلو. عملنا ده الموضوع اختلف تماما، عشان كده قلنا هي السمنه قفص من الدهمه محبوسه فيه. لو فعلا ايد الدكتور قدر تمد لك ايده يسحبك من هذا القفص وانت بتغرقي، يبقى قمه فعلا يعني. اقول لك يعني استعيد روحه تاني من اول وجديد.